أهلا وسهلا فيكم بهالدرس الجديد اللي بنحكي فيه عن طريق على الراوتينج وكيف نربطهم نحن مع الكنترولر ونعرض شيء على الفيو. حاليا أنا نصبت بروجكت جديد لارافيل، حطيته مع بالفولدر اللي اسمه كود، سميته إيجاد جوب. بالإضافة عرفت دومين لهذا البروجكت عن طريق الهومستيد. خلونا نشوفه على السريع مع بعضنا البعض. مثل ما كن شايفين هون عملت مابينج من إيجاد دوت جوب هالفولدر هاد وانشأت معه داتابيز هون ايجاد جوب داش دي بي. بالاضافة اني انا ضفت هالملف هاد، ضفت هالدومين هاد لملف الهوستس عندي لحتى احسن نوصل عليه من الملف من نظام التشغيل المستضيف للهومستيد، نظام التشغيل الوهمي مثل ما كنتم شايفين بهذا السطر. هلا حاليا اذا بنفتحه ونجربه شغال معنا على ايجاد دوت جوب. خلونا نطلع مع بعضنا البعض على البروجكت ونشوف نحن ملف الراوتينج وكيف نربطه مع الكنترولر ونعمل فيو. هاستخدم انا التكست اديتور اللي هو اوتوم، هاي البروجكت انا تبعي ما فتحته. الراوتينج بموجوده باللارافيل بالفولدر يلي اسمه راوتينج بقلب ال HTTP بقلب الاب. هالملف هذا نحن حنستخدمه وحنفتحه كتير ونحن عم نطور تطبيقنا على لارافيل. حاليا في كتير من الفولدرات والبروجكت شوي كبير، نحن لازم ما نطلع هالامور هاي لانه حنشرحها بالتفصيل وشوي شوي حتتضح الصوره بشكل كامل حتى نعرف بالضبط كل فولدر شو شغلته. هلا حاليا ما بيهمنا هالتفاصيل هاي. بالبروجكت الجديد تبع لارافيل رح نشوف انه نحن عم نعرف راوت من النوع جيت بيأهل انه الاشخاص اللي بيوصلوا عنا على الجزر تبع موقعنا انه يتنفذ محتوى هالانونيمس فانكشن هاد يلي هو بدوره عم بيعمل ريتيرن لفيو اسمه ويلكم. خلونا اول شيء نشوف شكل الويلكم. شكل الويلكم هو لارافيل 5. إذا حبينا نشرح أكثر من هيك، ملف الفانكشن اللي اسمه فيو بياخذ لحاله من الفولدر اللي اسمه ريسورسز فيوز اسم الفيو المحطوط هون مضافا إليه دوت بليد دوت بي اتش بي. يعني بمعنى آخر إذا نفوت نحن على الريسورسز على الفيوز حنلاقي بالفعل نحن عندنا شيء اسمه ويلكم دوت بليد. فببساطة هالصفحة هي عم يتم تشغيلها وعرضها للمستخدم وارسالها عن طريق الريكوست يلي عم يصير على الجزر. هلا اذا نحن حبينا نعمل راوت ثاني، خلونا نعمل راوت جديد. الراوت هاد بيتنفذ وقت المستخدم بيعمل جيت على هالمسار الفلاني ولمسارنا. هلا حاليا خلينا نكتب كلمه اكزامبل فقط وكمان نعمل فانكشن. هالفانكشن هاد هنعمل فيه فقط ريتيرن هاي this is example page. خلونا نحفظها حاليا ونرجع على البروجكت تبعنا slash example. مثل ما كن شايفين ألف مبروك صار عندنا نحن أول صفحة. لكن خلونا نحن ندخل موضوع الكنترولرز على الراوتينج حتى نشوف كيف بيصير الأمر. بداية ماني حابب أعقد الأمور، لكن عنا طريقتين. يا أما نحن نفوت على الكنترولرز وبنعمل ملف جديد بنسميه example controller مثلا دوت بي اتش بي، وهون بنكتب نحن البي اتش بي تبعنا، بنضيف النيم سبيس، نحن عنا بقلب الفولدر اللي اسمه اب، وبعدين اتش تي تي بي، بعدين controllers سوري، وبنعمل نحن كلاس نيم، بنعمل اكستند للكنترولر الاب اللي هو كلاس ومن هالحكي هاد. أو عنا حل تاني وهو ألز وأخف من هيك، إنه ببساطة شديدة فينا نستخدم الارتسن. هلا الارتسن حنحكي عنه بالتفصيل، لكن هلا حاليا كاستخدام سريع للارتسن فينا نستفيد منه إنه بقلب البروجكتين اللي نحن فيه فينا ننفذ أمر لحاله يولد لنا كنترولر. فلذلك خلوني أنا بس فوت على الهومستيد تبعي background ssh، بعدين حفوت على الفولدر اللي موجود فيه الشغل تبعنا اللي هو ايجاد، وحنشغل التعليم التالي بي اتش بي artisan make controller، بعدين اسمه للكنترولر نحن بدنا نسميه مثلا example controller. بعدين في فلاج نحن فينا نمرق له، يا اما بيكون plain يعني بمعنى اخر controller فاضي، يا اما restful controller يعني لحاله بيعبي لي functions تبع الكرد يعني الكرييت والابديت والديليت. لكن احنا هلا حاليا ما حنهتم بهالموضوع، فينا نشغله عن طريق البلين. ببساطه عم لي كنترولر موجود من قبل، خلينا نحذفه. خلينا نرجع نشغل الامر مره ثانيه
بالفعل successfully created هو لحاله أنشأ لي هالمواضيع هاي، عمل لي include للcontroller هون، وعمل include للrequest، وجهز لي هذا الفايل. فهلا حاليا احنا شفنا على السريع كيف بدنا نستخدم الارتيزن بشكل كتير بسهل علينا. خلونا هلا نرجع للموضوع الملف، نرجع لملف الراوتس ونقول انه احنا بدل ما نستخدم anonymous functions فينا نستخدم ببساطة الكنترولر بحد ذاته. لنستخدم الكنترولر بنمرق البارامتر الثاني للجيت للفانكشن الجيت تبع الراوت، النيم تبع الكلاس نيم تبع الكنترولر تبعنا، بعدين خلينا نكتبه بس example controller، بعدين بنحط at واسم الفانكشن. فخلونا نسمي الاسم الفانكشن الاول مثلا index، لانه عندنا هون الجذر تبع الموقع هو فقط سلاش فورورد سلاش. وبالتالي خلونا نفوت على الاكزامبل ونعرف فانكشن جديد، فانكشن جديد public function index، ونكتب هون مثل ما كان موجود هنيك return view، اسم لهالفيو هي هي ويلكم. خلونا نحفظها لحاليا الملفات تبعنا ونرجع نجرب مره تانية بس لنتاكد اذا شغال ولا عملنا شي خطا. تمام الاندكس شغال. خلونا نعمل بس لهالراوت هات كمان، نضيف الكنترولر عليه مثل ما قلت لكم، اسم الكنترولر example controller، بعدين add اسم الفانكشن. فنحن هلا كمان حنسميه example مؤقتا، حنرجع على الكنترولر نعرف function تاني public function example return. بس هلا حاليا خلونا نحن ننشئ view وما نكتفي فقط مثل ما انه موجود عندنا هون انه هو فقط تكست عم يرجع لنا تكست. خلونا شوي نعمل امتداد للقصة هاي، خلونا نرجع نحن فيو، هالفيو هاد تبعنا حنسميه example كمان، وتعالوا نتعلم مع بعضنا البعض كيف ننشئ نحن فيو. مثل ما حكينا بمجلد اللي اسمه resources جواته في شيء اسمه views، ننشئ نحن هون اللي بدنا اياه. فخلونا نعمل new folder نسميه example.blade.php. هلا حاليا ما حنهتم ببليد، لكن بليد حكينا نحن عنه هو templating engine، بس كذكر سريع هنحكي عنه بالتفصيل. حاليا فقط فينا نعرف، حاليا اللي بيهمنا نعرفه انه لما بنستدعي الفانكشن اللي اسمه فيو لحاله حيروح يدور بهالمسار هاد، وحيعمل تجاهل كامل لموضوع الاكستنشن ولموضوع بليد كمان. حنستفيد طبعا من بليد بشكل خيالي، لكن هلا حاليا حنمشي نستمر بالموضوع. وخلينا ناخذ المحتوى اللي موجود كبنيه HTML من الفيو اللي اسمه ويلكم للفيو اللي اسمه example، لكن خلونا نغير النص example view نحفظ. اذا بنرجع هلا نحن هون وضعنا تمام، واذا بنرجع هلا لموضوع الراوت سلاش example، فخلونا نجربها سلاش example example controller line 16 ثانيه بس example controller line 16 اسف كتير بعتذر من السرعة. تمام هاي صار عنا أول صفحة على الراوت تبعنا. خلونا نرجع نحن نعيد الفكرة فقط على السريع. بنبلش نحن بملف الراوت، فكروا فيه على بهالأسلوب هاد، إنه نحن عنا راوت جديد من نوع get على المسار هاد، في حال عمل المستخدم request get request على المسار هاد حيتنفذ المحتوى اللي موجود بقلب هالكنترولر هاد بالضبط جوات هالفانكشن هاد. فإذا نحن بنمشي بالخطوات عندنا سلاش اكزامبل حيودينا هالكنترولر جوات هالفانكشن هاد بالذات. وبالتالي إذا بنفتح نحن الاكزامبل كنترولر عند الفانكشن اسمه اكزامبل، حنلاقي إن هو عم يرجع لنا فيو اسمه اكزامبل. بس مثل ما قلت لكم هو فعليا لحاله حيروح يدور بريسورسز بعدين سلاش فيوز من الحكي هاد، ولحاله حيعمل تجاهل بشكل كامل لموضوع بليد وحتى الاكستنشن. فببساطة عم يرجع لنا الفيو اللي اسمه example. هلا من هون احنا فينا نستمر وعلى السريع نرجع نعمل نحن كنترولر تاني عن طريق الارتيسن كمان، ونشتغل مثلا ثلاث صفحات اللي هن about us contact us، ونترك الاندكس على حاله. خلونا نرجع ننفذ التعليم اللي كتبناها قبل شوي، لكن هلا حاليا حنسميه احنا static pages controller مثلا وننفذ
صار عندنا هذا الكنترولر الجديد، هنعرف فيه نحن ثلاثة functions. public function هنسميه هذا index، هيكون في return view welcome، وهنخلونا نعمل كمان functionين تانيين هذا لل about us واحد تاني لل contact us. هاد حيرجع كمان view اسمه about us، هاد حيرجع view اسمه contact us. فبيب علينا هلا نحن نعرف الراوت. إذا نرجع للراوت بالنسبة لنا هلا نحن حنترك ال example controller، حنستخدم controller الجديد اللي هو اسمه static pages at index static pages at about us، والراوت بهالحالة خلينا نسميه إذا about dash us، وبنعمل نسخة تانية منه channel contact us. هلا بعرف انه هلا حاليا انا عم بعيد الامور اللي ذكرتها قبل شوي، لكن بهالطريقه هي بس خلينا نضمن ان احنا عرفنا بالضبط كيف نكتب راوت، وحتى يكون الموضوع بالنسبه لكم سهل. وحنعمل شوي امتداد للشيء اللي عملناه قبل شوي. خلونا نستمر. اذا بنرجع معنا على الكنترولر هاد، لازم نحن ننشئ تنتين فيوز، وحده about us وحده contact us. خلونا نرجع للفيوز وننشئ نحن فايل جديد. اول وحده بنسميها about us.blade.php، هنحط فيها كمان محتوى اللي اخذناه قبل شوي من الصفحة اللي هو فقط عبارة عن HTML5 نعم، CSS مو اكتر. خلينا نكتب هون about us view، نفس الشيء كمان نعمل لصفحة contact us contact us.blade.php، نكتب هون contact us view. بس الشغلة الوحيدة اللي حضيفها أنا هلا حاليا هو روابط واحد يتنقل فيها ما بين صفحات الثلاثة، فلذلك خلونا نضيف نحن هلا على السريع anchor tag مو أكتر. خلونا نضيف فيه أنه هي تفتح route اللي هو about dash us، نكتب هون about us، نعمل نحن وحدة تانية كمان للصفحة اللي نحن هلا حاليا فيها اللي هي ببساطة contact us، ووحدة ثالثة كمان للهوم فيو اللي هي فقط سلاش، خلينا نسمي نحن هي هوم بيج. فالروابط هذول الثلاثة رح ارجع انسخهم حطهم بال about us، لكن الفرق الوحيد انه حنعدل هون موضوع الروابط تبعه contact us. مرة ثالثة وأخيرة بالفيو اللي هو ال welcome. نحن هلا نجرب الراوتس تبعنا. إذا بنرجع على الهوم بيج هلاقي عنا لارافيل 5 بإضافة ثلاث روابط، رابط هذا ما بيشتغل، رابط لصفحة الكونتاكت أس، ورابط لصفحة الأباوت أس. فينا نرجع هيك على الهوم. ألف مبروك هلا صار فيكم تعتبروا إنه إحنا بنينا بلشنا ببداية التطبيق وبنينا أول راوتس بالتطبيق تبعنا.